بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، واسمحوا لي باسمكم أن أتوجه بالتحية والتقدير والاحترام إلى شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج، وأهني الشعب وكل القوى السياسية بهذا الإنجاز التاريخي الذي وقع يوم الخميس بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم لسد الفراغ السياسي والدستوري الذي مضى عليه أكثر من سنتين، والبلد تعيش في فراغ دستوري وسياسي نتيجة لفرار هادي وحكومته إلى المنفى، وهم عايشين الآن في المنفى يتآمروا على الوطن ويباركون العدوان، وخطابهم ما بين وقت وآخر يقول هادي بلسانه لا يعرف بعاصفة الحزم إلا وهو في سلطنة عمان، وخطاب آخر يبارك عاصفة الحزم، وخطاب آخر يريد استمرار عاصفة الحزم، وذهب إلى قمة شرم الشيخ ليطلب التحالف العربي وغير التحالف العربي للعدوان على اليمن برا وبحرا وجوا. هذا الرئيس الذي يتكلم عنه وتتكلم عنه وسائل الإعلام إنه رئيسا شرعيا، وأنا أقول له شرعية على الإطلاق، على الرغم من أننا قبلنا بقرار 2/2/16 من أجل إيقاف الحرب وتجنب اليمن الخراب والدمار، وهو قرار نحن نعرف حق المعرفة جاء من مجلس الآن تلبية لطلب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. هكذا كان القرار. اليمن ليس معتدية وليس لها خصومة مع جيرانها وبالذات الجارة السعودية، على الرغم يوجد بيننا وبينهم حدود، ولدينا جالية كبيرة أكثر من 1.5 مليون شخص في المملكة العربية السعودية يساهمون في البناء وإعمار المملكة العربية السعودية على أكتافهم، وما هذا التطور الكبير في السعودية إلا على أكتاف اليمنيين. فعاشوا اليمنيين أينما كانوا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، في آسيا، في أفريقيا، فهم يذهبون ليكدوا بعرقهم ويكسبون المال ليخدموا وطنهم والتنمية في بلدهم. على كل حال، نحن الآن الإعلام يتصاعد من وقت لآخر حول الاتفاقية التاريخية بين المؤتمر وأنصار الله. نعم، هذا الاتفاق بعد مرور أكثر من سنتين ونحن ساكتين، والشرعية غير موجودة، والدستور معلق، والفراغ السياسي موجود، والعدوان مستمر. إذن كان لزاما علينا أن نوقع هذا الاتفاق مع أنصار الله وحلفائهم لسد الفراغ السياسي وليحل هذا المجلس محل رئاسة الدولة الشكلية والغير دستورية التي يرأسها هادي، فأصبح هذا المجلس السياسي الأعلى هو أعلى سلطة في اليمن في الوقت الحاضر ومن الآن، يمثل اليمن في الداخل والخارج تبقى لدستور الجمهورية اليمنية النافذ. سوف يتم العمل بهذا الدستور وكل القوانين السارية على الصغير والكبير، وكلنا أمام القانون متساوي. فإن شاء الله الذي يقول ان احنا عصفنا بمشاورة الكويت هذا غير صحيح، هذا اعلام كاذب ومحللين سياسيين كاذبين، واقول عليهم كاذبين ومستأجرين ان يقولون اننا عصفنا بمشاورة الكويت. بالعكس،
نحن عززنا مشاورات الكويت، ان هذا الاتفاق يعزز من المشاورات في الكويت ويخرجهم الى بر الامان، ولكن يجب على الحوار في الكويت وعلى المبعوث الاممي ان يتعاملوا مع المشاورات في الكويت في ضوء المعطيات الجديدة، في ضوء المعطيات الجديدة محليا واقليميا ودوليا. اكررها مرة اخرى، ان يتعاملوا في ظل المعطيات الجديدة المحلية والاقليمية والدولية. ليس كما كان عليه الحوار منذ بدأنا في جنيف 1 وجنيف 2 وحوارنا في مسقط في سلطنة عمان الشقيقة، لكن في ضوء هذه المعطيات. وأنا أوجه هذه الرسالة إلى المتشاورين في الكويت وإلى الأمم المتحدة. نعم، صار لنا سنة وستة أشهر ونحن نخصف ليلا ونهارا، لن تحرك ساكن الأمم المتحدة. التهدئة تصدر قرارات بإيقاف وقف إطلاق النار لا ينفذ. نحن نقول من هنا باسم المؤتمر الشعبي العام وأنصاره وجماهيره، نحن نمد أيدينا للسلام مع الشقيقة الكبرى. سأستخدم ألفاظ سلسة وليس ألفاظ نابئة ولا مستفزة، مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. حوار مباشر بيننا وبين الشقيقة السعودية. هل كنا معتدين؟ هل شكلنا خطر على الأمن القومي السعودي؟ فلنتحمل كامل المسؤولية. أم هم اعتدوا علينا؟ يتحملون كامل المسؤولية. فعلينا أن نتحاور مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وليس مع دول التحالف، ما دول التحالف إلا تبع لنداء المملكة العربية السعودية ولمكانة وجاه المملكة العربية السعودية. فاستجابوا لهذا النداء واعتدوا على اليمن. سيكون لنا حسابات أخرى مع أشكائنا في الوطن العربي الذي اعتدوا علينا وقتلوا أطفالنا ونسائنا وخربوا منازلنا ومصانعنا وجامعاتنا وأسواقنا. سيكون لنا حساب يوم الحساب. نحن جاهزون للحوار مع السعودية المباشر، سواء في سلطنة عمان أو في الكويت الشقيق أو في أي مكان يريده. إذا وقفت الحرب وافتك الحصار وامتنعت الزحوفات على المدن وإيقاف المدد، فنحن على استعداد للحوار. لماذا؟ لدينا تجربة مع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. نصبت لنا العداء في عام 1962 عندما تفجرت الثورة المباركة 26 سبتمبر، واستمر الحرب بيننا وبين الشقيقة الكبرى 7 سنوات، حرب طاحنة في كل المحاور وفي كل المناطق، لن ينقصها إلا الطيران. هو نفس الحرب الذي نحن فيها في الوقت الحاضر، والذي حدث في عام 1994 هو نفس الحرب ونفس العدوان. ولكن معلش، نحن على استعداد للحوار. كما تحاورنا مع الشقيقة الكبرى في سنة 70 بعد حرب 7 سنوات، وكان هناك حوار بيننا وبينهم في بيروت، وحوار بيننا وبينهم في إسلام أباد، ولن يفضي إلى شيء، ولكن أفضى إلى اجتماع مباشر مع المملكة العربية السعودية في السعودية. وذهب وفد الجمهورية اليمنية إلى السعودية وتحاورنا معهم، وأفضى هذا الحوار إلى مصالحة بيننا وبين الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. بموجب هذا الاتفاق أن تحتضن المملكة العربية السعودية آل حميد الدين، وأن يعودوا اليمنيين الذي من غير أسرة آل حميد الدين للمشاركة في إدارة شؤون البلاد، وعاد عدد منهم وشكلت الحكومة وتمثلوا
في الحكومة وفي المجلس الجمهوري. وانتهت الحرب وتصالحنا مع السعودية. نعم صحيح، ذهبنا إلى السعودية. طيب، يقولوا الوساطة وعلى رأسها الأمم المتحدة، الحل والعقد بينكم وبين السعودية، فهموا مع السعودية. طيب حاضرين، حاضرين نتفاهم مع السعودية أينما يريدوا، نتحاور معهم من أجل إيقاف الحرب. ولماذا ما يكون هناك اتفاق؟ وأنا أوجه رسالة للأشقة السعودية وللعالم، لماذا ما يكون حوارا مثل ما تحاورنا في سنة 70؟ احتضنوا هادي واعتبروه محمد البدر، واحد. بقية معاونين في الحكومة والذي باركوا العدوان وساهموا في قتل الأطفال والنساء، احتضنوهم وجيبوا لهم شقق ومرتبات مثل ما جبتوا بيت حميد الدين، لأنهم هؤلاء لا يمثلوا أحد. لكن احنا نمثل الشعب اليمني، نحن هنا في أرضنا وبين أهلنا وعشيرتنا. خذوهم، خلنا نحترم حق الجوار بيننا وبينكم. وإذا في شك وفي خطر على أمنكم القومي نتفاهم، قولوا لنا ما هو السبب. هو خلاف مذهبي، خلاف مذهبي هنا زيدية ويعتبروها شيعة، هكذا تقييم انها شيعة، واحنا زيود وشوافع. هذا كلام غير مقبول. انتوا حنابلة او بالاصح وهابيين، ما احنا صدقكم. احنا نتكلم حول الشان اليمني السعودي. نحن ضد المذهب الوهابي، ولا احنا معادل للمذهب الوهابي على الاطلاق، ولا شكلنا خطر في اي يوم من الايام على المملكة العربية السعودية أو على أراضيها أو على حدودها. طيب، نحن جيران مع سلطنة عمان، لن نشكل خطر علاقات من أرقى ما يمكن مع سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد. نحن جيران مع جيبوتي، لا نشكل خطر على أمن جيبوتي. نحن على حدود بحرية أيضا مع إريتريا، ولا نشكل أي خطر على أمنها القومي. إذا بالنسبة لدول الخليج الأخرى، ليس لنا معهم حدود على الإطلاق، ليش تعادونا؟ ليش تغزونا؟ إذا كان ذريعة السعودية أنها تتهمنا بالشيعة، إحنا مش شيعة، يا ريت إحنا شيعة. نحن نمد أيدينا إلى إيران، يا إيران تعالوا نتفاهم معكم، ما رضيتوش. لا دعمتونا سياسيا، ولا استطعتنا دعم معنوي. فقط إعلاميا. معلش، احنا لسنا بحاجة لدعم احد، اتركوننا وشانا ونحن نرتب حالنا. نحن لنا سنة وستة اشهر تحت القصف، ومع ذلك سنستمر وستتغير المعادلات بهذا التحالف الاستراتيجي بين المؤتمر وحلفائه وانصار الله وحلفائهم. ستتغير الخارطة، واقول ستتغير الخارطة، وأعلنتها في أكثر من خطاب، ستتغير المعادلة. خلونا نتفاهم، لا نريد اليمن أن تكون مستنقعا لكم، ولا نريد أن تكون اليمن فريسة لكم تدمرونها. نحن جيران، عوائلنا وشبابنا وأطفالنا موجودين لديكم في السعودية وفي بعض دول الخليج. لسنا بحاجة لأن نعادي أحد، وليس في مصلحة لمن أن تنصب عداء لأحد، سواء كان جارا قريبا أو شقيقا بعيدا أو صديق بعيد، ما احناش بحاجة إلى العداء. أتكلم وأنا وقلبي يقطر دما على ما حدث في محافظة تعز، هذا العمل العنصري الطائفي القذر، يقتلون الأطفال والنساء. لماذا تتعرض تعز؟ تعز الأبية، تعز الثقافة، تعز المخزون البشري، تعز التي تتواجد في كل قرية وفي كل عزلة وفي كل ناحية وفي كل محافظة، ثقافيا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا مهنيا تعليميا. هذه هي تعز. لماذا تحقدوا على تعز؟
نعم، تريدوا أن تقيموا دولة السنة أو ما هذا السنة في ظل الاعتدال، وأنتم تقولوا دولة شافعية إلى جانب دولة زيدية، هذا مرفوض. نحن زيود وشوافع، نحن كتلة واحدة، لا يفرقنا مفرد. هذا كلام بيزنطي، أنك تقول هذه الدولة الشافعية وهذا، وأنت تقاتلني الآن في تعز ايش؟ على الحدود الشطرية في كرش والوازعية وطور الباحة، تقاتلني على الحدود الشطرية وتريد أن تعيد تمزيق اليمن. اليمن توحد، واليمن كان موحدا حتى قبل الاستقلال، هو كان الاستعمار عمل لنا 23 سلطنة ومشيخة، ومع ذلك كنا متجاوزين لها، وجاء الاستقلال وجاءت الجبهة القومية وجاء الحزب الاشتراكي، وكانت الحركة موجودة بيننا وبين الجنوب، التواصل موجود، القيادات الجنوبية في الشمال والقيادات الشمالية في الجنوب، كنا واحد، ما تقدروش تفصلوا بيننا على الإطلاق. طيب إذا تريدوا تجزؤونا يا أخوان، خطر على أمنكم أنتم القوم، ستتجزؤوا قبلنا. تريدوا أن تعملوا لنا شطر شمالي وشطر جنوبي، أن تكونوا ثلاثة أشطار في السعودية. الشطر الأول عسير وجيزان ونجران، هذا شطر. الشطر الثاني وهي الحجاز. الشطر الثالث وهو نجد. خلونا موحدين، حافظوا على وحدة المملكة العربية السعودية، ونحن نحافظ على وحدة اليمن، وحدة المملكة العربية السعودية الذي أسسها الملك عبد العزيز، حافظوا عليها وساعدونا للحفاظ على وحدتنا. لا تشكلوا خطر على أمن القومي، ولا نشكل خطر على أمنكم القومي. خلونا جيران، خلونا أشقاء، وخلونا أخوة. إحنا لن نبتزكم ولا نطلب منكم، نطلب منكم كف الأذى. أنا لي 33 سنة في السلطة، لن أطلب منكم دينارا واحدا. نحن سددنا القروض الذي كنا اقترضناها في طريقين أو ثلاثة طرق أو بعض المشاريع، سددناها. المواطن العادي يعتقد أنه كانت تقدق علينا بالمال، هذا مش صحيح. إحنا نريد أن تقدق علينا بالأمان والإيمان والهدوء والطمأنينة وحسن الجوار، هذا ما نطلبه من الشقيقة الكبرى. أكرر في هذا الاجتماع أننا نمد أيدينا إلى الأشقاء في السعودية. نحن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم للتحاور المباشر مع السعودية في أي مكان، في عمان، في الكويت، في أي مكان يريدوا، حاضر. وأنتوا احتضنوا ما هؤلاء الفارين عندكم وأكلوهم وشربوهم، وإحنا نحن متحملين يشتمونا يتكلمونا، معلش ما سنتحمل. استضيفوهم وكثر الله خيركم مثل ما استضفتوا بيت حميد الدين. وأنا أكرر أن بيت حميد الدين أشرف وأنظف من هؤلاء الخونة، وما أريد أستخدمها مرة أخرى، هؤلاء الفاري، هؤلاء المغتربين، انتهى وضعكم السياسي. الذي يريد أن له أن يكون له شانا سياسيا يجب أن يكون داخل هذا الوطن. خربتوا الجنوب، نحن بنينا الجنوب بعد تحقيق الوحدة المباركة، وبنينا الجنوب طوبة طوبة، شكينا الطرق، بنينا الجامعات والمدارس والمعاهد، واستخرجنا النفط والغاز، وبنينا المواني. ايش عملتوا في الجنوب؟ حررتوا الجنوب، جبتوا من؟ جبتم غزاة تبيعوا أراضينا في الجنوب وتحتلوها بمرتزقة بلا كتر والسودانيين الأشقاء، الذي فلت جنوب السودان، ونحن قدمنا كامل الدعم المالي والعسكري والسياسي للأشقاء في السودان للحفاظ على وحدة السودان، ولكنه ترك جنوب السودان
ويتناحرون الآن في جنوب السودان. نحن نقول لإخواننا وأبنائنا وأشكائنا في المحافظة الجنوبية خيرنا وبركتنا في وحدتنا. ستتناحروا كما تناحرتم أيام السلطنات والمشيخات. أوقفوا حافظوا على وحدتكم. نحن نثمن ونقدر للوحدويين في المحافظات الجنوبية والذي على تواصل معنا في صنعاء. نحن نقدر لهم هذا الموقف وسنقف إلى جنبكم مدنيين وسياسيين وعسكريين وإداريين، نحن معكم. ومهما ظلمت لا بد أن تنفرج، ستنفرج. الصبر 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 الصبر، ستنفرج. نحن تحملنا 70 يوم في الحصار على صنعاء العاصمة، هذه جبال النهدين طلعوها الملكيين مثل ما اقتربوا من نهم المرتزقة، نقول المنتفعين، ولكن لن تحققوا شيء. صنعاء عصية وتعز عصية وعدن عصية وكلها عصية. عدن ستكون عصية بعد اليوم، ستكون عصية وسيجلو وسيرحلوا المحتلين. من المحتل؟ السوداني والخليجي والأمريكي في الجنوب، ولا صاحب تعز وصاحب اب وصاحب البيضة هذا محتل؟ أنتم كنتم تريدوا ضربة للوحدة، أن يكون هناك انتقام في صنعاء وتعز ضد الجنوبيين. أنتم تنتقموا من الشماليين والشماليين ينتقموا، لكن بالعكس، البيوت بيوتهم الجنوبيين، والمحل محلاتكم، والمناصب مناصبكم. أنتم واحد، أنتم كتلة بشرية واحدة. تريدوا أن تمزقونا؟ لن تستطيعوا. ما استطاعش الاستعمار بعبقريته، والذي كان الاستعمار لا تغيب عليها عنها الشمس، ما استطاعش. كنا واحدين. وأنتم في هذا الظرف، في ظل هذا المتغيرات الدولية، وكل تريدوا أن تمزقوا اليمن؟ بالعكس، أمنكم واستقراركم في وحدة وأمن واستقرار اليمن. أكرر التحية إلى شعبنا اليمني العظيم، وأدعو إلى مزيد من التلاحم لكل القوى السياسية. اقفلوا الملفات واقفلوا الشكوكات، نحن صرنا كتلة واحدة، جيشا جيش وأمن، وكل القوى السياسية كتلة واحدة في مواجهة العدوان. ونحن نمد أيدينا للسلام مع من يريد السلام، ومن لا يريد السلام نحن سنواجهه بكل ما نستطيع. تحياتي إلى لكم أيها المؤتمرين والمؤتمريات، وإلى كل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، باسمي وباسم رفاقي وزملائي في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وشكرا. وقد باركت اللجنة العامة في اجتماعها الاتفاق السياسي الوطني التاريخي